السلام عليكم الإخوة، بخير، لاباس عليكم. تحية للتجار عامة والناس المستثمرين في البلاد، الناس اللي كيعاونوا الاقتصاد ديال البلاد. وكنبغي نوجه فنغتنم هذه الفرصة ونوجه واحد الشكر الجزيل لسيدنا الله ينصره على المبادرة اللي دار ديال الجائحة، ديال لأنه كان من السباقين في الإجراءات، وكان من السباقين في التضامن الاجتماعي. وهذه تترسخ الملكية الديمقراطية، كترسخ الملكية الديمقراطية. يعني ملي يكون الأزمة الملك تيفضل الشعب على التجارة. هذه وحدة. وكنشكر جميع الناس اللي سهروا على هذا الشيء، ومن ضمنهم السلطات المحلية والأمن الوطني سميت الناس ديال الطب والوزارة الوصية. لحقاش قاموا بواحد المجهود جبار صراحة باش ما نوصلوش لشي حاجة اللي هي لا يحمد عقباها. نرجعوا للموضوع ديالنا. كنشكروا عاوتاني الدولة، تصرفت معنا تصرفات مزيانة، أجلت لينا الخلاص ديال لاريغيل وديال جاف وقت ديال لاريغيل وديال الياس، أجلوا لينا 3 شهور. وهذه بادرة طيبة من الناس ديال لي زامبو والناس ديال الريكوفرمون ديال الأموال ديال الدولة. وبالنسبة لنا لقينا المشكل، لقيناه في المرسى، في الميناء، في لقينا المشكل قاسح علينا بزاف. كنا ريحنا تقريبا واحد 30 جور، من بعد منها مباشرة وصلوا عندنا تقريبا 13 حاوية في المرسى. 30 جور اللي ريحتو واش ديال كونجي ولا لا؟ ماشي كونجي، هادي امر امتثال الاوامر ديال الدولة ديال الحجر الصحي. هادي امتثال، حنا مع الدولة وحنا مع القانون وحنا مع السلطة. يعني حنا كنساعدوا السلطة وحنا من الأعيان، يعني ديما موجودين. هادي بالنسبة لنا حنا، هادي تيفيا ديال 2 كونتينرات من سوء حظي، جاو جوج ملاصقين في أوراق مشروكين. البيجي ديالهم 1,500,000، جوج ديال الكونتينرات ديال الألمنيوم. تيفيا ديالهم تقريبا جات 364,674. هذه التيفيا، هذه ماشي مشكل بالنسبه لنا حنا، كنخلصوا هذه، من ما عندناش مشكل، ماشي شي حاجه جديده. فاذا بنا كنتفاجئوا بالسيري ستاري. السيري ستاري ما كاين لا رحمه ولا شفقه ولا شي حاجه. يعني لقينا روسنا من الشركه مباشره كدير فينا اللي بغات. وهذا ما كنحسبو الوقت العادي، عادي لان خاصها دير البيناليتي باش الناس ما يحطوش الكونتينرات، باش ما يكون اكتضاد تما وتثبت بلوكا المرسى. هذه حنا عارفينها، ولكن على حساب القدره ديال المستثمر المغربي، راه هاد الاثمنه راه عاديه قاسحه، فما بالك ملي كاين جائحه صايبه العالم كامل. جوج الكونتينرات بداو 3 ايام الاولى ب 360 درهم، 10 ايام الثانيه، 10 ايام مور 3 ايام 600 درهم، 18 يوم 900 درهم، ومن بعد منها 1,080 درهم. يعني الفون اوديك سميتو الكونتينر تي بيت في اوتيل 5 ايطوال، بلا جيت تقارن زعما سميتو بيت في 5 ايطوال. 58,000 درهم جوج كونتينرات، 58,000 درهم قاصحه علينا بزاف. هذه قاصحه، هذه ضربه موجعه صراحه، وحنا ما تنخلصوا فيها والو. سيري ستاري، اش خلاك تعطل على الكونتينر ديالك وما تجيبوش؟ خاصني فلوس. حنا عندنا، حنا تجار، ما التاجر ما يمكنش تلقى عنده الفلوس. اللي هو التاجر ما يمكنش تلقى عنده الفلوس، يا تلقى عنده السلعه يا تلقى فايت، وحده فيهم لا ما عندوش الفلوس. يعني حنا عندنا واحد المدخول يومي كنعتمدوا عليه. يعني ريحنا 30 يوم ما دخلنا حتى شي حاجه، ومن قبل منا، قبل من 30 يوم، قبل من ديك الجلسه اللي جلسنا، كانت ماتت الحركه نسبيا صافي. يعني بدات من الاول ديال شهر جوج بدات كتبان بوادر ديال الازمه. في شهر 3 ديبار ديالو داز ميت، يعني ما قدرناش نوقفوا الخدمه اللي تحت عطاتنا السلطه، بان راه كاين غادي يكون واحد الحجر وغنوقفوا لاكتيفيتي. وقفناها، ما كاين حتى مشكل. فاذا بنا ملي ترجعوا تنبغوا نخرجوا الكونتينرات، ما لقيناش الاعفاء، ما طبقش الاعفاء اللي مطبق كاع الاعفاءات اللي تعفات الدوله، اللي عفات الدوله على المواطنين وعلى الشركات وعلى مالي الكرا وعلى مالي الترونسبور وعلى كاع الاعفاءات، استثناو منهم المرسى والسيري ستاري، مرسى ماروك والسيري ستاري. علاش يتستناو هاد جوج الناس؟ ياك خدامين معنا وتياكلوا ويشربوا معنا، ما من خدامين،
خدامين مع لي زامبورطاتور والاكسبورطاتور، يعني اللي كيستورد واللي كيصدر، مع من كيستافدوا؟ يعني خصهم يوقفوا معنا في هاد لابيريود هادي. حنا ما طلبنا منهم والو، طلبنا منهم يعفيونا من هاد البيناليتي. هو 58000 درهم في جوج كونتونيرات، 58000 درهم و 464 في لافاكتور. الله ما ينال هذا منكر. في مرسى ماروك، مرسى ماروك 840000 في 601.79 جوج كونتونيرات، انا خلصتهم جدادا، يعني في جوج كونتونيرات خلصت 107000 درهم. خلصت كونتونير داك المشقوف، خلصته انا، خلصته هو كامل، ماشي خلص الذاكره ديالو، ولا كانوا حسبوا عليا الكونتونير. هادشي راه ما اتى به الله به من سلطان، هادشي راه قاصح علينا بزاف. وباقي المشكله دابا من اصل 13 كونتونير اللي خرجنا جوج، خرجنا جوج تقريبا بواحد البي جي ديال 107000 درهم. وحنا مولفين كنخلصوا فيها المرسى ماروك، كنخلصوا فيها واحد 3000 4000 5000 درهم. والوسيله باش خرجت عندك، باش خرجت بعدا بجوج كومباني، معناتها تقول لي ما عاد العين كاينه الازمه. كملتهم لي البنكه، البنكه تقريبا هي اللي خلصت واحد النسبه كثيره فيهم، واحد 60 و70% خلصتها البنكه. انت جاتي للقروض الفاسيليتي، خدمنا الفاسيليتي رغم احنا ما كنخدموهاش، كانت عندنا فاسيليتي خدمناها هي باش خرجنا دوك الكونتونات، وحنا جالسين دابا كنتسناو. دفعنا عاوتاني كريدي، جا داك كريدي اوكسجين، يعني ما نافعش، ما كاينش شي حاجه كثيره، يعني كيمشيو لك على حساب سميتو على حساب لي شارج اللي عندك، وكيعطيوك 50% زايده. يعني الا كان لي شارج عندك 40 مليون يعطوك 80 مليون. بالنسبه ليا انا ما داير والو، يعني عندي واحد 7 ولا 8 مليون ديال الدرهم اللي ديال الكونتونيرات على برا، ورجعوا لنا لي زيفي تقريبا. حنا انا في هذا الدومين تقريبا ما يقارب 35 سنه، وباش درت اسس الشركه ديالي ما يقارب واحد 19 ولا 20 سنه، ما عمر رجعت لي لفي ولا الشيك اللي حصل هذه الازمه هذه. تقريبا عندي واحد دابا 300 ولا 400، 3 مليون ولا 4 مليون ديال لي زامبي ديال لي زيفي هنا في المغرب، والسلعه واحده ليا في المرسى، والمرسى ماروك والسيريستاري كيذبحوا فينا بصراحه، كيذبحوا فينا. هذا ذبيح، هذا استغلال ديال لا بيريود. راه كلشي الناس ما عندهاش باش تخرج السلعه، يعني كيخص مرسى ماروك وكيخص السيريستاري. ولكن وجه النداء ديالي لسيدنا الله ينصرو باش يشوف لنا حل في هذه المساله. كنوجه للسي مولاي حفيد العالمي، حتى هو راه مسؤول على الوزاره ديال 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 التجاره. وكنوجه النداء ديالي لجميع الفاعلين وجميع التجار وجميع الناس اللي كيديروا لامبورطاسيون والاكسبورطاسيون، كنوجه لهم النداء انهم ياخذوا قرار في هذا الشيء. وكنوجه نداء للمرسى ماروك والسيريستاري، الناس ديال الترونسبور راه خصهم الدوله تفرض عليهم انهم خصهم يعفيو الناس من البيناليتي. بغينا نعرفوكم كنتوما كمستوردين، واش ما عندكمش شي جمعيه تحميكم من هاد في مثل هاد الحالات؟ والجمعيات ما كاينينش، لان الدومين كان مال دابا مشى داك العهد ديال الانسان تيدير واحد الدومين تيدير منه الفلوس. فاذا بنا هاجد نحسب هاد الكونتونيرات، كنلقى السلعه المقيومه عليا اللي في الكونتونيرات وراها باقا في الديبو، راه تسمعك ما تحركتش منها برا، ما كاين لا بيع لا شراء. وبامكانك تقدر تطلع الديبو بالكاميرا ديالك وتشوف الرواج، بامكانك ممكن تطلع الديبو تشوف الرواج كيفاش داير، تشوف راه الفراخ كيصفروا وحنا جالسين، والخدامه راه ما دخلتي عليهم راه هما جالسين، يعني داكشي اللي موجود راه كلشي جالس، راه الكراتن راه كلشي، راه الحاله يرتلها. لا مدخول، البيناليتي زايد، طلبنا السلف من البنكه، الاكسجين ماشي غراتوي 4%، حتى حاجه ما لقيتيها تعاونك ولا توقف معك في هاد لابيريود اللي انت ديما واقف مع الدوله وديما كتخلص. يعني جوج كونتونيرات حنا تندخلوا تقريبا ما بين 40 50 45 35 كونتونير في العام، يعني راه الدوله كدي معك واحد الطرف، واحد البيجي معقول، واحد البيجي زعما ماشي سهل. يعني في هاد لابيريود حنا بغينا مساعده ولو غير الاعفاء وتسهيلات في 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 الفاسيليتي باش يمكن لنا نخرجوا هاد الكونتونيرات. وراه نخرجوهم غير نحطوهم، مال دابا راه لحد الساعه ما دام هاد الجائحه كاينه راه ما كاين لا بيع لا شراء. كنعاود نجدد النداء ديالي لسيدنا والناس المسؤولين باش يراجعوا هاد الامر، هذا راه غيضر الناس بزاف، والعاقبه ما غتكونش على خير. لان انا كشخص كتاجر عيت
عيت صراحة، عيت. عندي 100 ديال الموظفين ما بين إدارة وما بين مخدم، منهم دابا 25 أو 20 واحد اللي مخدم منهم. يعني إذا ما تيسرتش الأمور دوك 25 ولا 20 غادي نعاود نقص منهم، ما تيسرتش غادي نوقف الأكتيفيتي. اللهم نوقف، وهمي دابا هو نخرج ديك السلعة ما تسيزاش ليا ونوقف حتى يدير الله ما دار. الى تروجت الحركه وحبس علينا الله سبحانه وتعالى هذا البلاء، احنا ديك الساعه تستمر العجله راها تدور. دابا غالياس ولا ريغول اللي اجلت لنا الدوله عطاتنا لو 36 لحد الساعه ما موجوداش فلوس باش نخلصو هاد ال 100000 درهم على الاقل. نصيفطوها للياس، صيفطوها للزامبو. هاد ال 100000 درهم اللي داو هاد الناس هكاك باطله، انا نحسبها باطله. الا ما يوقفوش معنا دابا انت يوقفوا معنا، حسبها انا باطله. نعطيوها بعدا، نعطيو منها افونس، نديرو فيها افونس للدوله اللي كتسنى الفلوس. وما عمرها كانت كتسنى، ما عمرنا فتنا لو ترونس كنكونوا خلصنا الواجبات ديالنا. انا كندوي على راسي، كنكون خلصت الواجبات ديالي، يعني كاع المسائل ديالي كنخلص. يعني بغينا كنطلبوا من سيدنا التفت التفاته لهاد الناس هادو، يحيدوا علينا هاد البيناليتي والناس المسؤولين. كنعاود ناشد الناس المسؤولين ونعاود ناشدهم، وحتى هاد مرسى ماروك ولا سيريستاري حنا ماشي ضدهم، ولكن الجائحة خصهم يكونوا معنا كما كنا معاهم من قبل. السلام عليكم.